لن ترى عيني مثل هذا الجمال، لن ترى عيني مثل هذا الجمال. فتنت روحي يا بدر هذا الجمال. ألبوم في رحاب النغم القدود الحلبية، هو هذا الألبوم فكرته كانت قائمة منذ سنوات، يعني منذ أكثر من 5 سنوات أو أكثر يمكن، لكن انتظرنا الفرصة المناسبة والحمد لله منذ سنة بدأت الاشتغال عليه وطرحنا اليوم بهذه الندوة الصحفية. طبعا هذه القدود الحلبية طبعا هي في الأصل مشهورة ومعروفة، طبعا قدمها الأستاذ الكبير الله يشافيه صباح فخري اللي بنوجه له تحية، نتمنى أنه نكون عند حسن ظنه جميعا إن شاء الله. طبعا أعطينا فقط إضافات يعني طفيفة بسيطة وأدخلنا بعض الآلات الحديثة الغربية فيه حتى يعني يصير شوي يعني شبابي أكثر، ربما يصير شبابي أكثر وإن شاء الله راح تسمعوا هذا في التسجيل، راح تلاحظوا في يعني فرق بسيط طفيف، ونتمنى أنه العمل ينال استحسانكم ويكون عند حسن ونكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. هذا التسجيل هو عبارة عن الجزء الأول، عندي جزء آخر إن شاء الله سيطرح في القريب إن شاء الله.